ماشي، هنعرض لك دلوقتي ثلاث صور وتقولي لنا لو انت كنت شبه ممثله من القدام تبقي شبه مين؟ صباح ولا نجلاء فتحي ولا ميرفت امين؟ هم تلاته حلوين قوي بصراحه. طبعا نجلاء فتحي. انت لو كنتش اخترتيها كنت انا اختارها لك، عشان انت عارفه ان انا دايما. ما هو عشان الناس، ماما اصلا هي شبهها اكتر مني وهي صغيره. لا ماما شبهها اما كبرت، وانت لا شبهها. لا لا وهي صغيره. لا والله العظيم انت شبهها وهي صغيره. لا هي وهي صغيره، ماما وهي صغيره كانت شبهها قوي. مامتك وهي صغيره جدا. لا وانت برضه شبهها جدا 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 وحياه ربنا. يعني تحيه أوه. كبيره للفنانه الكبيره نجلاء فتحي بجد. طب قولي لنا يا هنوشه، لو هنخرجك من جسمك وهتبقي جوه جسم احدى هذه المطربات، فتختاري تبقي في جسم مين؟ ماشي. هيفاء وهبي ولا مايا دياب ولا مريم فارس؟ لا مريم فارس. ليه؟ مش عارفه، بحب جسمها ما شاء الله حلو. بس؟ لا وهي حلوه كلها. وشعرها عشان كيرلي؟ انا بحب الشعر الكيرلي قوي. بتحب الشعر الكيرلي؟ قوي، ما بحب يعني ما بحبش الستريت يعني. يعني ده مش عاجبك؟ لا حلو عليكي، انا عليا انا بيبقى مش حلو. والله ما بحس انه مش لايق. لا انت قلتي شعري مش حلو. والله حلو قوي قوي. طيب كمان ماشي. طب قولي لنا لو اتعرض عليكي ثلاث بطولات. انت جايبين لي اللي بحبه. لفيلم سينما، تختاري تبقى البطوله مع مين؟ كريم عبد العزيز. ايوه. ولا هما ثلاثه يعني احمد عز ولا احمد حلمي؟ انت عارفه صح؟ انت عارفه؟ ايه؟ انت عارفه؟ لا انت اختاري. اكيد التلاتة يعني لو اتعرض عليها، بس انا في حد بحبه قوي. مين؟ احمد عز. اشمعنى؟ ما اعرفش يعني من زمان يعني. عشان مز وكده؟ لا 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 بحب، تعرفي بحبه بقى وهو بيزعق. ايه ده بجد؟ والله العظيم. بتحبيه وهو بيزعق ليه؟ لما بيتعصب. عشان صوته بيبقى مبحوح؟ بحبه جدا وهو بيزعق والله العظيم. تخيلي بص الدماغ. دماغ لوحدها. طبعا تحية كبيرة للفنان احمد عز. طب قولي لنا فارس احلامك من الزمن الجميل، مين من الفنانين دول؟ رشدي اباظه ولا احمد رمزي ولا عمر الشريف؟ هو في صوت حد وشكل حد؟ لا عايزين حد واحد صوته بشكله بكله. بجد؟ رشدي اباظه. رشدي اباظه طبعا. رشدي اباظه. طب لو انت هتعملي دور البطوله النسائيه في واحد من الافلام من اللي اتعملوا دول، ماشي، تختاري انهي فيلم؟ ماشي. ابو علي ولا كده رضا ولا طير انت؟ هو كده رضا ايه؟ اطلع بقى كده احمد حلمي؟ تطلعي منى شلبي. اه ما انا بقول لك البطوله النسائيه. سوري ما ولا طير انت دنيا سمير غانم ولا ابو علي منى زكي؟ بصي اهو في اللي في اتنين بحبهم قوي. واحد. لا طير انت. طير انت. عشان الشخصيه. يعني عايزه الطيار دودي؟ لا. الله لا. عشان في كاركتر، عشان هي ستير. عملت الدور حلو قوي 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 وحبيته قوي. صح. يعني بحب الفيلم ده من اكتر الافلام اللي بحبها. تمام. طب قولي لنا مين اكتر كوميديانه من الفنانات دول بتضحكك؟ ماشي. ايمي سمير غانم ولا ياسمين عبد العزيز ولا ايتن عامر؟ اكتر واحده ضحكت. لا ايمي سمير غانم. ايمي سمير غانم تحيه كبيره ليها. طب لو انت كنت بطله فيلم خلي بالك من زوزو، مين الراجل اللي يبقى قدامك في البطوله من الفنانين دول؟ علي ربيع ولا حمدي المرغني ولا اسود؟ في اقول لك مش عارفه. لازم لازم حد فيهم. شوفي بقى مين اللي هياخد مكان حسين فهمي. نقول مثلا حمدي المرغني. هو فعلا شبهه جدا. تحيه لحمدي القمر. لو انت مطربه وهتاخدي اغنيه من دول تبقى بتاعتي، فكنت هتختاري انهي اغنيه من دول؟ مشاعر للفنانه شيرين ولا اواخر الشتاء لإليسا ولا يا دنيا للعسل بوسي؟ اواخر الشتاء. اواخر الشتاء بتحبيها؟ بحب إليسا قوي. اكتر اغنيه بحبها، اكتر من اكتر المطربين اللي بحبهم. يلا غنيها لنا بقى يا هنا. طب وهغنيها معايا. ماشي ماشي يلا يلا قولي يلا.
كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات. متغني يا جمال. زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات، ده انا كنت لما احب اتونس معاك، انا كنت باخد بعضي واروح له من سكاك، والناس في عز البرد يجروا يستخبوا، وانا كنت باخد محشي واجري اوان واكله، ولحد ما اللي ليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وياه بالساعات. الله الله. طب هو اغنيه يا دنيا يا اه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، اه يا دنيا، اه يا دنيا نزل تحت يا دنيا فينا وللنهار ده لطشي، ده انت حتى ملبيانا في الله. انت بتقولي اي كلام يا شباب؟ وانا بقول اي كلام دلوقتي؟ انا اللي غلط؟ انت غلط وانا غلط. لا انا حافظه الكلمات. انت حافظه صم. انت حافظه صم؟ طب غنيها لوحدي؟ اه مش انت حافظه غنيها. يلا ماشي من اولها ايه؟ مش انت قلتي حافظه؟ بعد كده ايه اول جمله؟ نازله طحن يا دنيا، نازله طحن يا دنيا فينا ومن النهارده بقى راسي، ده انت حتى ماشيانا بالقلم والمسطره، مبسوطين كده عيني عينك. الله. غلط ولا ايه؟ غلط غلط يا شماء والنبي، ده مفيش كلمه صح. كدابه يعني، خليها على الله. شكرا يا والله العظيم حفظها، بس لازم اغنيها مع الاغنيه، لازم مع الاغنيه. طيب السؤال الاخير يا هنا. اخير خالص؟ اه لا مش خالص في الفقره دي، بس ماشي. كنت هزعل والله من لا. لو افترضنا انك مش مرتبطه وان اللي موجودين هنا مش مرتبطين، ماشي، ولازم تختاري واحد منهم ده اللي هترتبطي بيه، تختاري لنا واحد. اوكي، تختاري احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ ما انا قلنا قبل كده انا بحب. لا ما هنا بقى انت مش فاهمه اللعبه مختلفه، احنا هنا كل اختيار ثانيه واحده يعني، انا هقول هرتبط بيه بجد الحقيقي؟ لا ده افتراض، انا في عالم مش حقيقي. ممكن في واحده بتضحك جامد قوي، ما يعني هي كانت عينها منه. اه يعني انا بحب بصراحه يعني احمد عز. احمد عز يبقى احمد عز بس هرتبط بيه الارتباط. اه ارتباط. اه هيبقى ده ارتباط معايا. ارتباط. ايوه. انت بتبدأي ليه؟ انا بقول لك اهو ارتباط مين؟ ماشي احمد عز. لا كريم عبد العزيز بقى. كريم عبد العزيز. انا حسيتك برضه هتاخديه وانت مش عاجباه. ماشي هتهولي ده لا لا ايه ده. ها كريم عبد العزيز برضه بحبه. كريم عبد العزيز هاتي المايك ده، هاتي عشان مش عايزين لعب. اهو خدي. لا احذفيه زي ما حذفتهولي. هيلفلف. لا مش هيلفلف، احذفيه جامد، احذفي اهو بس سيبيه كده. يبقى كريم عبد العزيز طير احمد عز، ونشوف مين تاني. ايه ده هو في؟ اه ايه ده الله. لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي تختاري مين؟ إيه كريم عبد العزيز. وكريم عبد العزيز طير حلمي ولسه مكمل معانا. طيب لو كريم عبد العزيز واحمد السقا. إيه كريم عبد العزيز. ولسه معانا كريم عبد. طيب لو كريم عبد العزيز وتامر حسني. انا بحب تامر حسني قوي في الحقيقه عامه يعني. نكمل مع مين؟ نكمل مع كريم عبد العزيز عشان برضه ده انت مخلصه قوي. لسه كريم مكمل معاك. مكمل معايا. خلينا مكملين معايا. طيب لو كريم عبد العزيز وهشام جمال. اوه ده ايه ده؟ ايه؟ ده بقى افتراض يعني ولا ده ايه؟ ايوه افتراض. لا نكمل بقى مع هشام. وجه هشام وطير كريم عبد العزيز كان مكمل معانا 17 سنه. اوه طيب حماي ده بقى ما تختاريش، ونطير حماي عشان هو اساسا محجوز لنا، وهي هتكمل مع هشام جمال، مش محتاجه انكم تسالوا.
لا مش هقدر اجي جنب ثانيه بصراحه. طبعا. ليه يعني على فكره ممكن اجي جنبي؟ لا انا ممكن اختاره. لا انا اللي اختاره. ماشي اخترتيه؟ اه. لو هشام جمال. لا هو عشان يعني انت مش هينفع تفضلي لانه كده كده اصلا في واحده ثانيه مختاراه. مين؟ يعني مش هو طارق. مين بقى؟ انا شوشو. مش هو متجوز؟ ايوه ما هو ده افتراض بقى. هو لا يبقى حقيقة ولا واقع يا ستي. الله خلاص انا اسفه انا اسفه خلاص يا شيماء. وبعدين لما تتلوح تقولي لي اتلوحت هتزعليني منك يا هنا. خلاص والله خلاص والله ما قصدي. يعني انت بتقولي لي كده؟ خلاص يا شيماء. لا الحركات دي انا عارفاها في المسرح بقى. طيب خلاص. طب هشام جمال ولا هاني سلامه؟ يا لهوي بقى. لا خلينا بقى ما نفضلش بقى ايه خلينا كده نقفل اللعبه. لا خلاص خلينا كده. وهنطلع فاصل ونرسم قلب وضحك على الشبابيك ونرجع لكم تاني. استنونا. رجعنا بعد الفاصل وهنلعب مع هنا. ماشي. دلوقتي هنا اللعبه اسمها ابجد هوس. اوكي؟ انت عارفه الحروف الابجديه؟ اه. اللي هي الف ب. حافظاهم كلهم. أوه. طيب هناخد الحروف دي. أوه. انت هتقولي جمله بحرف الالف. أوه. وانا هكملها بس جوه شكل قصه. اوكي؟ اه طيب اوكي. فهمتي؟ يلا يعني اخر حرف انا ابتدي بيه قصه. لا مش اخر حرف. بالالف ب. انا هقول لك حاجه بحرف الالف انت تقولي حاجه بحرف الباء. انا اللي ابتدي بالقصه يعني؟ لا انت قولي لنا القصه اللي هنمشي جواها ايه. لا اي قصه. هقول لك كان احنا الاثنين بنتخانق على ولد. على ولد. تمام. اه ماشي. انت اللي خدتي حبيبي مني. لا تقطق دي بالت. احنا عايزين بالباء. اه صح هو الباء بعد الالف صح. أوه. بصي بقى انت اللي بداتي وانا بقى هاخده. تاخدي مني يا حبيبتي. سي ثواني بس. صح صح ثواني بس. انت ليه مكبره الموضوع؟ جيم جيم جاتك نيله. انا مش فاهمه هو شايف فيك ايه حلو عني. حاضر. هو ولا... حاضر يا شيماء اما تشوفي اخرتها بقى. خساره فيكي كل الصحبيه والعشره اللي كانت ما بيننا. ده انت حتى مندفعه. مندفعه جدا. ده انت مش عارفه ده زال بقى. زيك زي غيرك من كل البنات اللي خانتني. استني اسكتي ما تقوليش. روحي يا شيماء من وشي دلوقتي. زباله وهتفضلي طول عمرك زباله. سماويه وهتفضلي طول عمرك سماويه. شمال. صاد 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 صاد. المهم صبرك عليا. صبرك عليا؟ ضيعة وصيعة. ايه الحرف المادي؟ طب انا هوريكي. ظبطي نفسك الاول بعدين تعالي اتكلمي معايا. ايه؟ لا دي حاجة عيب. عمرك ما هتعرفي تعملي حاجة. غلبانة وما تعرفينيش. فاشلة. قولي كده بقى. ده انت حافظة بقى. حافظة ايه؟ انا بقولك فاشلة. قولي كده بقى. انت عايزة تقولي لي كل الشتايم دي واسكت لك؟ ايه؟ كيف؟ كيف؟
ما انا عارفه انه كيف والله. ثواني لا انت كده خسرتي. احلفي؟ اه طبعا. انت مش عارفه تكملي. كاتك نيله. كاتك نيله بالجيم مش بالكيف، اسمها جاتك نيل. انت خسرتي. يبقى الناس هتقول لك قولوا معانا. طب اعمل ايه يا شيماء؟ طيب تعملها تاني بس تكسبي فيها. ماشي ابتدي انت وقولي القصه. انا من الاول تاني؟ انت بقى قولي حرف عشان تختاري حروف تانيه. اه انا لو بدات ابتدي انا بالالف تاني. شفتي؟ اه طب تمام. يلا بس قصه تانيه تبقى ايه؟ ماشي. قصه ايه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. بطلي تحوير. انا بحورش. ثانيه بس انا هعرفك انك بتحوري. جاموسه وهتفضلي طول عمرك جاموسه. حماره وهتفضلي طول عمرك حماره. تعالي نتصالح بقى. يلا خساره. الحب اللي ما بينا يروح بكده. ده انت اللي مزعلاني وفي الاخر تقولي لي خساره. زي ما بقول لك كده والله العظيم انا بحبك يا شيماء بس انت يعني اوفر يعني. ربنا يسامحك. خلاص انا هنسى كل الوحش اللي انت عملتيه فيها ومش هتعملي اشتمتيها لي. زي ما بقول لك كده خلاص بقى خلي. أما ايه يا شيماء في ايه؟ برضه زي ما بقول لك زي ما بقول لك كده يا شيماء خلاص بقى يعني صافية لبن. سيبيني اعيط شوية وانا هنسى لوحدي. شيلي بقى الورق ده واطلعي بره عشان بدأت اتخنق منك. صبرك عليا عشان انت مفيش حاجه محوقه فيكي وانا حاولت اصالحك وانت اساسا ما بتمرش فيكي حاجه وهتخسري في اللعبه دي برضو. ايه رايك بقى؟ ضميري مرتاح وانا بخسر. ضميرك ده طيب يبقى سقفوا لي عشان انا اللي كسب. دلوقتي يا هنا هنلعب مع بعض لعبه زي عروستي كده. اوكي انت معاكي طبعا الكيو كارد دي فيها صور حاجات مش هتقولي لي عليها وتحاولي تشرحها لي عشان اعرفها. بس تحاولي تشرحها لي بالمداري يعني ما تحاوليش تخسري نفسك. طيب. عشان ما اعرفهاش بس في نفس الوقت تقولي لي حاجات صح. اوكي ماشي. يلا تبتدي ولا ابتدي انا؟ عادي ابتدي. يلا ماشي. حاجه مش كبيره ومش صغيره. كملي. ده كده اول واحده. انا اقول لك اجابات يعني؟ ماشي. البطيخه. حاجه جامده. برضو البطيخ. حاجة فيها ألوانات كتير من جوه. برضو البطيخ. حاجة ميتاليك. ميتاليك؟ المصاصة؟ حاجة يعني ماتل يعني. لا عايزين بالعربي والنبي. حاجة حاجة يعني. طب ماشي. حاجة ما نقدرش نستغنى عنها كل يوم نمسكها. الموبايل؟ اوه شوشو كذب. ماشي. طيب انا بقى. ماشي. هي حاجه مدوره. بطيخه. لا ادي واحده. ماشي. هي حاجه بتلف. غساله. لا اتنين. ماشي. هي حاجه بنشتريها. مروحه. لا تلاته. هي حاجة بتغير حياتنا. حاجة بتلف. ايه بتغير حياتنا؟ مروحة. بتخليها لو حاجة تبقى حاجة مع انها بتبقى هي الحاجة مش في الحاجة. ميك اب. لا ادي اربعة. هي ممكن نظبط بيها الميك اب. مراية؟ غلط. لا ما قلتش مراية. طب قولي ايه؟ بتاعت الباودر اللي هي المدورة؟
لا غلط. هي انت عارفه ورازي مش بتسهلي والله العظيم سهلتهالك. ايه بقى هي ايه؟ طب هكملك اديكي واحده انت سادس ماشي عشان انت حبيبتي. طيب هي ممكن تضرب في وشنا اللمبه بس يا بنت. اللمبه ايوه ماشي. ودي حاجه بتنور حياتنا. لا ما انا قلت لك بتغير حياتنا ماشي. تبقى حاجه بتبقى حاجه. يلا انت حاجه صغيره. هنا حاجه بتحبيها قوي يا شيماء. برضو هنا حاجه ملونه. مانيكير. اوه صح صح. شيماء بسهل لك قوي يا شيماء. طب يلا انا برضه هقول بيها وحاجه ماشي خلاص انا هسهل لك دي ماشي. يلا حاجه مدوره. غساله. لا حاجه بتتلبس. نضاره. لا حاجه بترتبط في دماغنا بحادث سعيد. حاجه بتتلبس وبتتنقل. ايه بتتنقل؟ حاجه مدوره. سلسله. لا بتتنقل. انت كل حاجه بتجاوبيها. انتوا بتجاوبوا ليه؟ خاتم. خاتم. هم غششونا الحقيقه الاثنين. طيب بتجاوب كل حاجه. يلا انت يا هنوشة. حاجة مدورة برضه ومربعة. ومربعة. علبة الباودر. طيب ممكن. انا خليكي دي ما تعرفيهاش. ليه كده؟ انا بقى كده. طيب ماشي. حاجة بيضة. حاجة بيضة. ايه البيضة؟ حاجة بتغير حياتنا. المراية. حاجة تنعيشنا. البرفيوم. ايوه دي مدوره ومربعه. ايوه ممكن تبقى الازازه مدوره ممكن تبقى مربعه. طيب حاجه بتنضفنا. الليفه. غلط. خسرت يا شيماء. لا اديني واحده زياده زي ما انا اديتك واحده زياده. حاجه فيها ارقام كمان. الساعه. غلط. طب وريني ايه؟ حاجة بنحط فيها حاجة عشان تبقى حاجة. وحاجة فيها مية كمان. مية؟ دي ايه علبة البودرة المائية دي ولا ايه؟ حاجة بتنضفنا. الغسالة اللي انت قاعدة تقولي عليها من الصبح. هي جات لي كلب. لا بس انا اديتك فرص كتير. ماشي لا صح انت برافو عليكي. في واحدة تانية؟ يلا. في واحدة تانية؟ اخر واحدة. حاجة بنحط فيها كل حاجة. دولاب. حاجة بناخدها معانا في كل حتة. شنطة. برافو. أخيرا جاوبت على حاجة.